انا طبعا عارف ان في نوعين من الهرمونز، يعني في اللي هو البناء اللي هو الجروث هرمون، وفي تستوستيرون اللي هو الذكري. يعني اه ما بقول لك، هو الجسم بقى فيه يعني فريقين ضد بعض، اه الهرمون والبناء بالضبط. يعني الانابوليك هرمونز دي بتشمل التستوستيرون، الجروث هرمون، الانسولين بيعتبر واحد من الهرمونات البناءه. أيوة. بيجي بقى ضده الكورتيزول، بتيجي ضده ممكن الغده الدرقيه لو فيها اي خلل، بيجي ضده كمان لو في اي نقص في الفيتامينات او المعادن الاساسيه. فحتى لازم واحد يشوف هو فين. طيب هو احنا المتعارف او اللي احنا عارفينه طول الوقت ان اللي بياخد الحاجات دي او اللي بياخد الجروث هرمون او التستوستيرون او اي حاجه ليها علاقه بالبناء لازم يكون بيتمرن كويس جدا. اه طبعا. ممكن حد ياخد الكلام ده، ياخد جروث هرمون عشان بس مجرد ان هو شكله ما يكبرش، ممكن شكله طول الوقت يبقى كويس، شكله طول الوقت اصغر، خصوصا الستات. يعني الستات طول الوقت مركزه هي الحاجات اللي تروح ليها عشان تفضل صغيره. طب اشرح لي بقى، ممكن ناس عاديه ما بتتمرنش تاخد الكلام ده؟ هو ممكن، بس هو افضل يكون بيتمرن، او يعني خلي بالك هو محتاج يكون معك انت لايف ستايل، يعني اسلوب حياه يخلي الهرمون ده يشتغل صح. كويس. فانت محتاج تكون بتاكل اكل بنسبه كبيره صحي، بتمارس رياضه على الاقل 3 لـ4 مرات في الاسبوع. كويس. فساعتها يعني انت هتخلي هيفرق كانك بتخلي الهرمون ده يروح في طريقه الصح. فكره ان الجروث هرمون او التستوستيرون ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره جدا جدا، مشاكل صحيه كبيره جدا، من ضمنها الكانسر مثلا. كل واحد ممكن يودي في مشكله كبيره جدا لو اتاخد بطريقه عشوائيه. يعني اشهر حاجه مربوطه مع الجروث هرمون، عشان هو هرمون نمو، الناس كلها بتربطه بالكانسر او بيبقى في تخوف ان حد يحصل له كانسر. دي طب ازاي الواحد ياخد احتياطه من الموضوع دوت، او يعني ياخد يعني هو قصدك لو ما بيجيبش، بس لو في حاجه ممكن ينشطها او يكبرها، او بعد الشهر يعني يروح في حته يعني كويسه. هو ممكن يعمل كده، يعني هو ممكن يخلي بني ادم لو عنده حاجه في جسمه في الوقت الحالي ان يخليها تكبر. طب ازاي انا اتاكد ما عنديش حاجه في الوقت الحالي؟ طب والعامل الوراثي يا دكتور هنا؟ ما هو ما لو الاب والام الجد مش كل الكانسرز يعني بتتدخل فيها عامل وراثي. احنا اول ما بنقعد مع العيان بنساله هيستوري كده، ايه عاداتك، انت بتتمرن قد ايه، بتاكل قد ايه، ايه نوعيه اكلك، انت بتصحى امتى بالظبط، كل العادات الكويسه والعادات اللي مش كويسه، وايه اللي انت عايز تغيره في شكل جسمك. وبعد كده تمام، معظم الناس طبعا عايزه يعني يبقى شكلها 100% اقل نسبه دهون في الجسم، وعايزه يعني ده بالنسبه للرجال يبقى في عضلات، وفي وطول ما في عضلات في حرق عالي، مفيش دهون. الستات عايزه دايما يبقى شكلها منحوت، بعد كده اقول له احنا هنعمل مجموعه تحاليل عشان نتاكد، وده المهم. بس هو هنا بقى ايه نقطه الايه الانطلاقه. صح. يعني يعني هنا النقطه المهمه جدا ان ايه لازم نعمل تحاليل كويس جدا اللي احنا قلناه من الاول اللي هي دلالات الاورام. انت هتعرف تعرف مين انت محتاجه من الاول. يعني بنقيس معدل بروتين معين في الجسم عشان نشوف هل هو قليل عندك او مناسب للسن ولا لا. تاني حاجه بقى انك تبتدي انها فحص الجسم كله، بنقول خط التستوستيرون للرجاله، الستات بنقيس لهم الاستروجين والبروجستيرون، وبنيجي نطمن بقى ان الجسم ما فيهوش اي استعداد ان يبقى فيه كانسر. فبنقيس حاجه اسمها دلالات الاورام، هي عباره عن بروتينز الجسم بينتجها في الحاله العاديه، فبتبقى عباره عن رقم صغير. بس لا قدر الله لو في بقى نمو كبير حاجه بنخلي بالنا يعني. فبنقيس هي بروتينز بقى في سكرين كل الجسم، زائد ان لو بيستشعر الستات لازم يعملوا انواع اشعه معينه عشان يتاكد ما فيش اورام. ايه هي الاشعه بس؟ ممكن يعملوا اشعه الثدي، اشعه على الحوض عشان الرحم، عشان دي برضو اماكن لازم الستات تتاكد ما فيش اي أورام. في وقت ناس جات لك وانت شفت يعني تحليل وقلت لا ما ينفعش تاخده جروث هرمون؟ اه طبعا، ناس كتير صغيره في السن ومش مناسب بالنسبه لها، مش هو ده المشكله، عارف كان ايه المشكله؟ بس شويه فيتامينات ناقصه. اول ما خدوا فيتامينات صح الدنيا اتغيرت خالص.